ها يا ليلى، مش ناوية تنزلي المية معانا؟ لا، هكمل الكتاب اللي في ايدي. يا سلام عليكي، انت دايما كده يا ليلى. يلا بينا يا محمود. يلا عن اذنك. أنا كنت فاكرة إنك سافرت. ما قدرتش أسافر من غير ما أشوفك. لسه مخصماني؟ ما هو لازم حاجة من اتنين، يا مخصماني يا خايفة مني. أخاف من إيه؟ سؤال وجيه. الواحد بيخاف من شخص تاني ليه؟ إما إن الشخص ده مؤذي أو خايف يحبه. أنا عمري ما هحب حد. متأكدة؟ طبعا متأكدة. أنا شخصيا مش متأكد. قصدك إيه؟ قصدي إنك هتحبيني. هتحبيني أنا. هتصبحي في يوم من الصبح وتكتشفي إنك بتحبيني. بتضحكي على إيه؟ يا ريت يكون عندي ثقة في نفسي زيك كده يا حسين. مش فاهم حاجة. ايه اللي بيخليك متأكد بالشكل ده؟ زي ما اكون انا شخصيا قلت لك اني بحبك. الحاجات دي الواحد ما بيقولهاش بلسانه قد ما بيقولها بعينيه. وعينيا قالت لك ايه بقى؟ كفايه انها ما بتلمعش الا ليا انا بس. كفايه ان وشك ما بتنوروش الابتسامه الا ليا انا بس. انت بتتخيل حاجات وهميه، حاجات ما حصلتش ابدا. خديني على ادعائي. انا اسف يا حسين. لا أرجوكي، أنا عايز أشوف وشك منور النهاردة زي ما شفته أول مرة. عايزة صحيح تساعديني قبل ما أسافر؟ طب خلينا نحلم مع بعض. نفرض مثلا إنك صحيت يوم الصبح واكتشفت إنك بتحبيني. وبعدين؟ وبعدين هتروحي على مكتب التلغراف وتبعتي لي التلغراف على عنواني في ألمانيا. أقول فيه إيه؟ قم بالترتيبات اللازمة لعقد زواجنا. سأخبرك في البرقية التالية موعد الوصول. وبعدين؟ تركب المركب وتيجي. كل السكة دي لوحدي؟ دي السكة اللي ضروري تمشيها لوحدك. طب افرض ان البحر كان هايج والموج عالي. عشان نوصل للبر ضروري نواجه الموج والبحر. وعلى البر الاقي ايه؟ قهوه مدلوقه؟ ما تضيعش وقتك، انا ما فيش فايده مني. ليلى، عارفه هتلاقي على البر ايه؟ هتلاقي حاجه اهم مني، اهم من اي انسان تاني. هتلاقي نفسك ليلى الحقيقيه. تعالي هنا، رايحة فين؟ أنت مجنون. افرض محمود شافنا. وافرضي، أنا بحبك وفخور إني بحبك، نفسي محمود يعرف والدنيا كلها تعرف. بس مستنيك أنت يا حبيبتي، وعارف إن مسيرك ليا. ليلى، أنا مسافر بكرة الصبح، وعايزك تيجي تودعيني على المعدية. ومحمود؟ أنت لوحدك يا ليلى. مقدرش، مقدرش يا حسين أخرج من وراه. أنا غلطت مرة ومش عايزة أغلط تاني. الحب.
الحب اللي انا بعتبره اجمل حاجه في حياتي. بتعتبريه انت غلطه؟ مسافر الساعه كام؟